أبرز المرشحين الآن دكتور عاطف هو علي لرجاني وأحمد نجاد وكذلك سعيد جليلي. يعتبر سعيد جليلي هو الأكثر إيمانا بسياسات النظام الإيراني ويشكك في الغرب أكثر من المرشحين الآخرين. اليوم هل يسمح خامنئي فعلا بأن يخوض أحمد نجاد هذه الانتخابات؟ يعني هو عمليا لن يسمح ولن يرغب به كواقع بالنسبة له، لكن كيف سيمارس هذه السطوة؟ هل سيمارس إبعادات معينة تجعل أن هذه الانتخابات تفشل وأن ما يسمى الديمقراطية أو ما يسمى الانتخاب الحر أو ما يسمى المبايعة الحرة قد انتهت من إيران حتى يفشلوا على الأقل داخليا إلى أبعد الحدود؟ هل سيستغني حقيقة أو على الحاضنة الداخلية ويستطيع أن يسلط عليهم العسكر كما فعل سابقا ويسكت هذه الأصوات ويجعلها فقيرة ويسكتها، أم أنه فعلا هنالك يعني على الأقل مرحلة انتقالية جديدة لابد من بعض الترميم الداخلي حتى يعود الشعب يعود الثقة بهم؟ يعني أما الأصل أنا توقعاتي أنه هو يتمنى أن يقصي نجاد، على الأقل نجاد لابد من إقصائه. نعم يعني علي، لكن ألم يسمح هو نفسه خامنئي بأن يترشح نجادي في 2005 ويكسب الانتخابات ويستمر لفترتين رئاسيتين؟ أحمد نجاد كان أساسا هو يعني من الابتداء من المقربين، وأحمد نجاد هو بنفسه من فترة بسيطة صرح هذه التصريحات. يعني هو الذي قال أنه لم يكن يدرك وهو شاب في مقتبل العمر وهو قد ضحى بنفسه وبشبابه وإلى آخره في سبيل هذه الثورة، وأنه كان لا يرى أبدا إلا هذه الثورة. فربما تجربته هذه الرئاسية لفترة طويلة وما وصله من شكايات وما وصله من قضايا وما وصله من هموم أهله وناسه، ربما عندما أصبح صاحب القرار الأول اهتزت ثقته في الثورة يعني، ولا على الأقل إن لم تهتز ثقته أين نسينا هؤلاء؟ ربما يعتبر أن الثورة وكأنها لانشغالها بأهداف عظيمة أهم من وضعهم الداخلي أن هؤلاء أصبحوا منسيين. أين نسينا هؤلاء؟ يعني بأحسن الأحوال سيقول أين نسينا هؤلاء. فالآن هو يريد أن يعيد التماسك أو اللحمة الداخلية، لكن إعادة إصلاح اللحمة الداخلية حقيقة ربما سيضطر بعض الإصلاحات حتى تطال، يعني ربما تطال بعض السنة أو بعض البلوش الذين هم لا يرغبون أن يحققوا شيئا. يعني هم يقولون نحن حتى الآن خلال 40 سنة حتى استطعنا أن نطفئ إلى حد ما من جذوتهم حتى نستطيع أن نخفف من انتقاداتهم، فنعود الآن إلى هذا المربع. فربما هم حقيقة لا يتمنون، لكن الطريقة التي سيتبعوها غير معروفة.